وقعت الأستاذة فائقة بن سعيدة صالح وزيرة الصحة مذكرة تفاهم مع سعادة السيد بارك نيونغ هو وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبية بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة إلى جانب كبار المسؤولين بوزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة. ويأتي توقيع المذكرة بين وزارة الصحة في البحرين ووزارة الصحة والرفاهية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية. وخلال مراسم توقيع المذكرة اتفق الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية بما يعود بالنفع على البلدين في مجال تطوير الخدمات الصحية. الحقيقة في احنا وقعنا مع الكوريين توقيع الاتفاقية اللي سويناها من قبل على تطوير نظام المعلومات الصحية في البحرين، فيه بس يعني إضافة بسيطة صارت على الاتفاق القديم وهو أنهم كملون معنا مشروع نمر إلى بشكل أكثر. الأول كنا فيه احنا مسوينه بروحنا، بس هم الحين بيساهمون أكثر في تسويات الجزء اللي هو ناشونال إلكترونيك ميديكال اللي هو الملف الطبي الموحد. فهل التوقيع على هذا الموضوع هذا كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم تشرفنا اولا بلقاء معالي وزير الصحه والرعايه في جمهوريه كوريا، حيث تم التوقيع على مذكره التفاهم للتعاون ما بين البلدين مملكة البحرين وجمهورية كوريا. وأيضا تشرفنا اليوم بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بلقائه ومباركته للتوقيع على هذه مذكرة التفاهم التي نأمل أن يكون مزيد من التعاون مع كوريا في مختلف المجالات الصحية، سواء كان في مجال التدريب ولا الأبحاث، وأيضا التعاون في مجال صناعة الأدوية. فكثير من الأمور نأمل أن تتحقق من خلال خطة تنفيذية راح يتم العمل عليها مع وزارة الصحة الكورية. إن توقيع مذكرة التفاهم اليوم بين وزارة الصحة في البحرين ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بكوريا الجنوبية تعني بأنه سيتم تقديم مجال التعاون والرعاية الصحية بين البلدين الصديقين، ونحن نتطلع إلى تبادل الخبرات والتعلم من بعضنا البعض من خلال تبادل المعرفة في العديد من المجالات. ونحن نسعى لتبادل الخبرات في التكنولوجيا الطبية ونظامنا الطبي. وفي اعتقادي أن هذه المذكرة سوف تحسن من نوعية حياة المواطنين في كلا البلدين، وستكون بمثابة فرصة لتوسيع التعاون في العديد من المجالات ليس فقط في مجال الرعاية الصحية.